الرياض تحولت لواجهة سياحية رائعة، أصبحت الرياض مركز ثقافي عالمي. الدليل على ذلك تطور الدرعية القديمة التي أصبحت مركز سياحي وثقافي جميل يضاهي أكبر المرافق الترفيهية. أما قصر المصمك الذي يبرز التاريخ العريق، أما الثميري سوق الزل أصبح مرفق جميل تتمتع فيه العوائل باكتشاف الماضي وهو دعم للحرف. أما قصر المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، قصر المربع درة المرافق السياحية الذي أصبح مركزا تاريخيا وثقافيا وسياحيا، وكل من زاره انبهر بالتوزيع المكاني ومرافقه ومطاعمه ومتاحفه، فعلا هو درة المراكز السياحية. أما البوليفارد مع المجمعات وغيره فهي السياحة الجديدة التي تظهر الواجهة الجديدة للرياض. زرتها اللي أبهرني إن اللي يدير هذه المرافق هم الشباب والشابات السعودي، والذي يندفع لمساعدة كل السياح لتوفير المعلومة، لأنه مؤمن بوطنه، مؤمن بتطوير المرافق السياحية لإظهار الصورة الجميلة لوطنه. أما المتحف الوطني السعودي الذي أبرز تاريخ الجزيرة العربية، فعلا صرحا نفتخر به في العالم العربي. فالمملكة العربية السعودية أصبحت تحوي على 3 تاءات: تاريخ وتراث وترفيه. السياحة السعودية ساهمت في تنويع مصادر الدخل، وإجمالي من زار السعودية في 2022 أكثر من 30 مليون سائح، وتم توفير 836 ألف وظيفة مستحدثة لأبناء المملكة العربية السعودية، وساهم في زيادة الناتج أكثر من 6%. هذا هو النجاح للسياحة الحقيقية. شكرا للهيئة السعودية للسياحة على هذه الإنجازات.